يقول كثرت في هذا الزمان الفتن والشبه التي تثار في طريق طالب العلم، فما توجيهكم لطلاب العلم؟ وهل الأفضل طلب العلم عند الطلاب أم العلماء الراسخون في العلم؟ لا بد من طلب العلم، الواجب عليهم مواصلة طلب العلم ولا يلتفتوا إلى ما يقال وما يظهر من الأعداء من التثبيط عن طلب العلم والتزهيد في طلب العلم. طالب العلم ما يلتفت إلى هذا، بل يستمر على طلب العلم ويصبر على المشقة ويصبر على لوم الناس،